السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في دائما المفيد في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي صفحة 26، ولكن هذه الصفحة هذه راها ضرورية، والصفحة كتطلب اجتهاد، كتطلب تركيز، لأنها مفيدة بزاف، وبها غتبداو الفعل والفاعل والمفعول به، والافعال كيفاش كتكون في الماضي وفي المضارع وكيفاش كيتم التصريف ديالها. وركزوا معانا الله يرحم الوالدين. وثاني حاجه كنطلبكم شتي الفيديو، دخل لهذاك الفيديو شوفوا، ما تقولش انا راه باقي ما وصلتش لهاد الصفحه هذه، لا شوفوا فهموا شي شويه، وملي تقرب ليه هذيك الساعه ولي عاودوا مره اخرى وعاودوا مره وجوج وفهموا مزيان. راه ماشي مشكل انك لا باقي ما وصلتلوش ما تشوفوش، شوفوا ودير نجام وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. ولاحظوا ما يأتي: شكر مجيد زينب. شكر مجيد زينب. شكر شنو هو؟ وشكر هو في الفعل. فعل، هذا فعل شي حاجه، فعل. شنو الفعل قلنا؟ فعل هو شي حاجه كديرها كتفعلها، بحال اكل، شرب، شكر، نام، قال، تدرب، قراءة، نام، جرى. هذه أفعال لوانة، كلهم أفعال، كيلهم لوانة، كلهم أفعال. مجيد، شكون هو مجيد؟ هو اللي اسم، هو اللي لا هو اسم، هو مجيد رسمية، ولكن هنايا شنو هو كيتسمى؟ هو اللي فعل هذه الفعلة. شنو هو؟ هو الفاعل، هو الفاعل، هو اللي فعلها. شكون اللي شكر؟ راه مجيد هو اللي شكر، فاعل. شكون شكر هويا؟ زينب. شكرت مريم زينب. مفعول، مفعول زينب شنو هي؟ مفعول به. هو اللي تفعل به، هو اللي شكرها. هو الفعل فعله مجيد، والفعل اللي فعل شنو هو؟ الشكر. ومن شكر، شكر زينب، اذا مفعول به. شكرت مريم زينب. شكرت شنو هي؟ فعل. مريم شنو هي؟ مريم هي الفاعلة، هي الفاعل، هي كتسمى فاعل، كتسمى كنقولوش فاعلة، كنقولو فاعل، فاعل. زينب هي المفعول به، مفعول به. بهاد 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 البساطة خذوها نتوما، ما تحاولوش تلقاو فيها مشكل، صافي. وشكر في الفعل، واش فعل ماضي ولا فعل مضارع دابا؟ شكر واش هاد الشيء وقع له مشكل، وقع هذه شحال ماضى، فعل ماضي ماضي ولا مضارع هذا وقع دابا؟ شكر مجيد زينب في الماضي، في الماضي. شكر اللي بغينا نقولوا دابا، نقولوا دابا شنو كيدير؟ يا يشكرو مضارع، يشكرو هي، يشكرو هي المضارع. إذا كله شكر ماضي. شكرت تايا ماضي، ولا بغينا نقولوا دابا حاليا المضارع، بغينا نردوا المضارع نقولوا شات تاش بنت، تين ديال التاء ديال التأنيث، تاش كورو، تشكرو مريم زينب في المضارع. وشكرت زينب زعما انا، انا المتكلم كيقولش انا شكرت، كنقول كنقول شكرت زينب. شكرتو شنو هي؟ شكرتو دابا كي زينب هيا واقفه قدامي زينب. انا قلت لها شكرا زينب، اذا شنو كنقول انا؟ انا قلت لها شكرا زينب، يعني شكرت. فعلتي فعلتي واحد الفعل، اذا شكرتو شنو هي؟ فعل، فعل، فعل. ولكن اللي فعل الفعل شكون هو؟ غائب، غائب. شكون هو؟ تقديره المتكلم هو موتي اللي كيتكلم. شكرت زينب هو اللي كيتكلم، اذا هو تقدر هو انا، تقدر هو انا، تقدر انا. زينب هي مفعول، مفعول فهمني به، به هاي منصوبه، مفعول به. والمفعول به ديما كيكون منصوب، منصوب، منصوب بالفتحه الظاهره على اخره، منصوب بالفتحه الظاهره على اخره.
ديما المفعول به منصوب بالفتح الظاهر الاخير، والفاعل فاعل شكون هو؟ الفاعل ديما كيكون مرفوع بالضمه الظاهره الاخيره، مرفوع بالضمه الظاهره على غيره، مرفوع الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، صافي على عقلك. حضاره هو الفعل، مجيد شنو هو؟ هو الفاعل. حضاره مجيد، مجيد كدير مر، قولها قولها قولها. مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، الظاهره على اخره. اذا حضاره مجيد، احسن مجيد الجواب. احسن شنو هي؟ احسن احسن شنو هي؟ احسن هي فعل، فعل. فعل قولوش فعل، فعل 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 هو فعل، هذا الفعل. هذا بحضارة شنو هي سني؟ حضارة هي فعل، فعل ها في لون. مجيد شكون هو؟ هو الفا، هو الفاعل، هو الفاعل، هو اللي حضر، هو اللي قام بهذا الفعل، هو اللي جا. الفاعل فاعل، الفاعل مرفوع بالضمه. طيب احسن فعل مجيد شكون هو؟ مجيد هو الفاعل، فاعل، الفاعل، فاعل او مرفوع ب بالضمه الظاهره الاخيره. احسن مجيد الجواب، الجواب شنو هي؟ فين فاعل، الجواب شنو هي؟ مفعول به، مفعول به ب. وكي داير فيها ما الفتحه، من منصوب، منصوب بالفتحه ظاهرة على أخي. تغيب مراد، تغيب شنو هي؟ هي هي فعل، 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 فعل. تغيب ومراد شكون هو؟ والفاعل، هو الفاعل، هو اللي تغيب، هو اللي فاعل، هو اللي فعل، فعل، فاعل. وكي داير؟ ضم ما منصوب، مر اش منصوب؟ هذا راه الضمة هذيك، مر مرفوع، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، الظاهرة على آخره. باقي تحفظت لي كاتشوف مزيانة مزيانة. هذه البداية هانتوما كذلك، غير بشوية عليكم. حضارة هو الفعل، مجيد هو الفاعل، صافي. أحسن فعل ومجيد هو الفاعل، والجواب هو المفعول به، والفاعل ديما كيكون مرفوع، الفاعل دائما او الفاعل عفوا، الفاعل ديما كيكون مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. ها مراد، مجيد، مجيد. والمفعول به كيكون منصوب بالفتحه الظاهره على اخره، هاي منصوب. جواب صافي، زينب، زينب صافي، زينب. هنا نقولوا حضر وحول حسب المطلوب. حنا درنا لكم هذه باش تفهموا مزيان، هما طالبين غير تحويل، ولكن حنا هادو درنا لكم باش عرفوا الفعل والفاعل والمفعول به مزيان. شي كلمه فيها الفعل والفاعل تبارك الله، ولكن فيه الفعل والفاعل المفعول به نديرو حتى هما كامل، صافي. نقول هنا مريم حضر مجيد، حضرت مريم، دي المؤنث. ح دار، نقولوا حضر مريم، نقولوا حضرت، حضرت، حضرت مريم. انا، انا حضرت، 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 حضرت. شنو هي؟ فعل، فعل. انا حضرت. احسن مجيد الجواب، كنزة الجواب. أحسنت كنزة الجواب، أحسن، أحسنت، أحسنت كنزة الجواب. أنا أحسنت، أحسنت الجواب، أحسنت الجواب. جيد، أنت بتفهمي مزيان. تغيب مراد، إيطو غيبت، تا الفعل ديال تا مضارع، غيبت إيطو، تغيبت إيطو. أنا أنا
تغيبت. أنا تغيبت، أنا حضرت، أنا أحسنت، أنا تغيبت. لما التأديل فعل مضارع دوتا. أنا أكلت، أنا حضرت، أنا لبست، أنا خرجت، أنا وقفت، أنا شربت، أنا أكلت. تأديم مرفوع. حضرت مريم، حضرت مريم، أحسنت كنزة، تغيبت إيطو. حضر مجيد، أحسن مجيد الجواب، تغيب مراد. جيد؟ ألاحظوا وأكتشفوا، ألاحظوا مما تتكون كل جملة وأنتبهوا إلى حركات آخر الفاعل. الحمد لله، آخر الفاعل والمفعول به، فاعل مفعول به، صافي. حضر مجيد، حضر شنو هي؟ مسألة سهلة دابا. حضر شنو هي؟ يا فعل، فعل. حضر فعل. مجيد شنو هو؟ هو الفاعل، فاعل. وباش مالو مرفوع بالضمه الظاهره في في اخره. إيه؟ مرفوع بالضمه الظاهره الاخره، مرفوع ظاهره، ظاهره هي ظاهره، مرفوع بالضمه الظاهره الاخره. صافي ولادك محفوظه هذه، مرفوع بالضمه الظاهره الاخره. قولها. مرفوع بالضمه الظاهره الظاهره على اخره. سال الاستاذ مجيدا، سال شنو هي؟ سأل. آه. سأل فعل. فعل. الأستاذ. الأستاذ هو الفاعل. هو الفاعل، هو اللي قام بالفعل، هو الفاعل، هو اللي دار الفعلة، هو اللي سول. هاي الفاعل. باش شنو كيبان فيه؟ مر. المرفوع بالضمة. ظاهرة على آخره. سأل الأستاذ مجيدا، مجيدا شو مجيدا شكون هو؟ الفاعل، مفعول به، هو المفعول به، هو اللي تفعل به الفعل، هو اللي تسولو. أستاذ من سول؟ سول مجيد. أستاذ هو اللي دار الفعل وكتسمى هو الفاعل. ومن سول؟ فعل، فعل، الفعل، الفعل على من؟ على من؟ على على مجيد، على مجيد. مجيدة شنو بانت في الأخر ديالها؟ من؟ منصوب، منصوب بالضمة، بالضمة، منصوب ب منصوب ب بالفتحتين. هيا بالفتحتين. الظاهرتين الاخرين كيتسمى منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة. عقلي عليها، منصوب بالفتحة. اقرأ الجمل الآتية واشكل اخر واشكل مشكل اخر الفاعل ومفعول به. يلا قري لي هذه ديالي بسرعة بسرعة. يلا نبه الجرس والتلاميذ. شكلي ديالي نبه، قلنا الجرى، نبه الجرس، نقولش الجرس، نبه الجرس ولا نبه الجرسي، نبه الجرس. علاش الجرس؟ لانه الفاعل يكون مر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. نبه الجرس التلاميذ. دو لا التلاميذ ها هما التلاميذ ذا يكون منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. تلاميذ ذا مفعول به منصوب، مفعول به كي يكون منصوب داخل دماغك، مفعول به منصوب والفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. قصد التلا كملي. قصد تلاميذ مرفوع. علاش؟ لانه مرفوع، لانه شنو هو؟ ضمه ظاهره على اخره. لانه شنو هو؟ لانه هو الفاعل، الفاعل. وقصد شنو هي؟ قصد هي فعل. فعل، هذا فعل، فعل، هذا فاعل. هذا شنو هو؟ هذا فعل، هذا فاعل. تلاميذ مفعول به. ثاني قاعه تا 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 قاعه. علاش؟ لانه
مفعول ماشي قاعتي ولا قاعته. مفعول به، والمفعول به كي كيكون؟ كيكون من؟ منصوب؟ منصوب بالفتحة الظاهرة الأخيرة. أغلقتي الأستاذة تو تو. علاش؟ لأنها فاعل مرفوع بالضمة. ضمة ديما الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة الأخيرة. وأغلقتي شنو هي؟ فعل. فعل البابة. البابة شكلها الباء. البابا با. علاش؟ لأنه كيكون من؟ منصوب بفتحة ظاهرة الأخيرة. إيه لأنه كيكون شنو هو؟ لعقل شنو هو؟ شكون هو؟ مفعول به. مفعول به. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.